مجلس يحوي الثمينة في رياض الصالحين، تملأ الروح حبورا ترث القلب اليقينا. روضة غنى فيها هدي خير المرسلين، روضة غنى فيها هدي خير المرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم في تتمة حديثه على باب ما يباح من الغيبة، وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ائذنوا له بئس أخو العشيرة. متفق عليه. احتج به البخاري في جواز غيبة أهل الفساد وأهل الريب، وعنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. رواه البخاري. قال الليث بن سعد أحد رواة هذا الحديث: هذان الرجلان كانا من المنافقين. وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أبا الجهم ومعاوية خطباني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوا كل مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: وأما أبو الجهم فضراب للنساء، وهو تفسير لرواية لا يضع العصا عن عاتقه، وقيل كثير الأسفار. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، أصاب الناس في شدة، فقال عبد الله بن أبي: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فاجتهد يمينه ما فعل، فقالوا: كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقع في نفسي مما قالوا شدة، حتى أنزل الله تعالى تصديقي: إذا جاءك المنافقون. ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت هند امرأة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه، وهو لا يعلم. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه. باب تحريم النميمة، وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد. قال الله تعالى: هماز مشاء بنميم. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير.
أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. متفق عليه، وهذا لفظ إحدى روايات البخاري. قال العلماء: معنى وما يعذبان في كبير، أي كبير في زعمهما، وقيل كبير تركه عليهما. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العظه؟ هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم. ومعنى العظه بفتح العين المهملة وإسكان الضاد المعجمة وبالهاء على وزن الوجه، وروي العظة بكسر العين وفتح الضاد المعجمة على وزن العدة، وهي الكذب والبهتان. وعلى الرواية الأولى العظه مصدر، يقال عظهه عظها أي رماه بالعظه. والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مجلس يحوي الثمينة في رياض الصالحين، تملأ الروح حبورا ترث القلب اليقينا، روضة غناء فيها هدي خير المرسلين، روضة غناء فيها هدي خير المرسلين.